كل شخص منا ممكن يتعلق بشخص من أهله أو صديقه أو حتى ممكن يكون حبيب. للبعض ممكن يتعلق بذكريات وممكن بأماكن ممكن تتعدى الصورة الطبيعية والمنطقية للعلاقة. خلينا نحكي عن هيدا المفهوم مع سلوى عرنوس. بنقول لك صباح الخير. ويمكن هيدا الموضوع بعتقد مو فقط الصبايا، كل الصبايا والشباب والعيلة نوعا ما. يسعد صباحك سلوى، خبيرة ومدربة في مهارات الحياة. خلينا نبلش بالبداية معك ونحكي شو المقصود اليوم بالتعلق، صح، والفرق بينه وبين الحب أو المحبة. تمام. هلأ التعلق هو أنه نتمسك بالشيء بشدة رغم الألم. لحتى نفرق بين الحب والتعلق هو تمسك مع الألم، بينما الحب هو حالة من السعادة، حالة من البهجة، حالة من الرضا. تلاقي أشخاص مثلاً ممكن يكون مثلا ما في، خلينا نقول، تكافؤ، بس هي مبسوطة أو هو مبسوط، فهذا اسمه حب. التعلق هو شخص طول الوقت عايش حالة ألم وكأنه بيصير الطرف الآخر متحكم فيه، فهو متمسك بالشيء بشدة بقوة مع وجود الألم، سواء تمسك بمنصبه كوظيفة أو تمسك مثلا بوضع كان له سابق، أو تمسك بأشخاص، طفل تعلق شديد بالأم، زوجة تعلق شديد بزوجة، حبيب بحبيب إلى آخره. هذا طول ما نحن في مشاعر سلبية يبقى نحن ما لنا عايشين علاقة صح، إنما عايشين علاقة تعلق. يمكن كانوا أهالينا يمكن لكل حالة لقوا كل موقف يكون فيه مثل، وكان دائما يقولوا لك ما في حدا مات كرمال حدا. يعني هي بتكون حالة تعلق أسرا من بيئة معينة، من تربية معينة، أو كمان هي تفريغ لمشاكل نفسية داخلية. خلينا نحكي معك كيف ممكن ينشأ التعلق عن نتيجة تربية، كيف فينا نبعد، يعني خصوصا مع الولد الأول دائما بتلاقي معلق بأمه كتير، في علاقة تعلق كبيرة بينشأ يمكن نوعا ما من خلال الاتكال بالبداية، إنه بعدين فيني أنا نميها بطريقة أو خلي خففها. هلأ التعلق الشديد بينشأ إما بتكون الأم موظفة والولد ما عم يشوف أمه كتير، فبيشعر بنوع من الفقد، عدم الأمان، فبيصير عنده تعلق فيها. فنحن لازم نعالج هاي القصة، تعلق هالولد، بأنه نعطيه الحب ونعوده على المسؤولية فبيتخلص منها. لكن التعلق بيكون سببه إما الأب والأم منفصلين، صار في انفصال، مشاكل بالبيت، مشاكل بين الأب والأم، أو مثل ما قلت إنه الأم موظفة وبترجع على البيت ما عم تعطي الوقت لابنها اهتمام، فهو عم يشعر إنه أمه عم تروح من إيديه، فبصير هذا التعلق الشديد. تعلق الطفل علاجه سهل، أنا أعطيه الحب وعلمه على تحمل المسؤولية، حسسه إنه هو إله شخصيته، يعني ابني له ثقته بنفسه. لكن التعلق عند الكبار هذا الموضوع الصعب، اللي أنت بتلاقي شخص، بنت مثلا مرتبطة بشخص، بمجرد إنه ما يحاكيها بتصير بحالة من الألم والتوتر، ما بتكون عايشة حالة سعيدة، بالتالي هي بتاخد سعادتها وبتستمد قوتها من هالشخص. فهذا الشخص قدران يعكر مزاجها، قدران يأثر عليها، والعكس إذا كان الشاب تماما، يعني التعلق هيك بيكون. فبتكون دائما عندها مشاعر الحرمان، مشاعر الألم، ودائما الشيء اللي منتعلق فيه بيعطينا ضريبة الفقد، يعني مستحيل شيء تتعلقي فيه تستمري، بصير في فقد. ليه؟ لأنه نحن بنصير بنرسل للشخص طاقة إزعاج بسبب تعلقنا، بيشعر بلا شعوري أنه هو عم يرفضنا، بينصرف. يعني بتكون المحبة وصلت لدرجة غلط، صارت أكثر من حبك لذاتك. يعني أنت مثلا صار تعلقك بالشخص بدون ما يكون في محبة لذاتك وبدون فهم الآخر، ودائما كلمة الشخص المتعلق للطرف الثاني أنه هيك بتسعدني، فهو عم يطالب الطرف الآخر، عم يحط سعادته بشيء خارجي، إنه هذا الشخص هو اللي لازم يسعدني. بينما اللي بحب بيتفهم الطرف الآخر، بيقول أنا سعيد طول ما أنت سعيد. تمام؟ ممكن شخص ما يحكي مع الثاني أسبوع، بس هو بيحبه وانشغل، تلاقيه بيبرر وعايش حالة من الاطمئنان. أما المتعلق ما بيقدر يبرر، بيشعر دائما بالألم، بيربط سعادته بهذا الشخص، تليفون منه، تماما، تليفون منه بيعكره، يمكن بيحس انه هذا الشيء له علاقه بالاهمال وبالاهتمام، وبتدخل يمكن هاي الحاله بنلاقيها. كنت عم تضربي مثال على بنت، يعني يمكن هالحاله بنلاقيها عند البنات بشكل عام اكثر من الشباب، باعتبار انه البنات بيهتموا بالتفاصيل اكثر، بيدخلوا على دقه الكلمه، عندهم بتفرق، بيهتموا بالحاله
بتفاصيلها غير العموميات اللي عند الرجال. طيب هون كيف أنا بقول صار هذا التعلق مرض ومؤذي بغض النظر عن كمية المحبة اللي ممكن يكون بين الأشخاص؟ هلا أول شيء حتى الشباب عندهم تعلق ولو إنه غير واضح بس في تعلق. حل المشكلة ليش صار عنا هذا التعلق؟ ناتج عن خلينا نقول صار عنا فضاوة من جوا، يعني ما امتلأنا بالحب. لا تنسي كمان الظروف الراهنة بسبب خلينا نقول كثير عالم فقدت أعزاء لإلى، وصار عنا عدم شعور بالخوف. فشعور هذا الخوف منصير منعوده لا شعوريا بعلاقة ممكن تكون غير مناسبة، ومنتمسك منتعلق منخاف إنه نخسرها. هالتمسك هذا بيخلينا نتنازل عن شخصيتنا، يعني ما منكون نحن حقيقيين. لما ما منكون حقيقيين وما لنا ممتلئين بالحب، وبصير همنا أنه نرضي الطرف الآخر أو بدنا إياه هو يرضينا، فهي علاقة غير سوية، اسمها علاقة مرضية. تلاقي الشخص مثلا مرتبط بإنسانة بيعرفه ضمنيا أنه هي مثلا ما عاد بدها إياه، بضل متمسك فيها وبضل بده أي وسيلة، أو هي نفس الشيء. هذا الموضوع صرنا فتنا بالعلاقة المرضية، مجرد أنه يصير هذا الألم الشديد. يعني أنا كيف بعرف إذا أنا كيف أعرف إذا أنا متعلقة؟ بس حس انه انا عندي الم، ماني مبسوطه بالعلاقه، دائما عم ببكي، دائما متضايقه، دائما مزعوجه، دائما مكتئبه، دائما حزينه، فاذا علاقتي غير صحيه، اسمها علاقه مرضيه. اذا انا مبسوطه وسعيده، موقف عم يمرق، ما في حدا ما بيمرق مواقف يتضايق، فانا بعلاقه صحيه، علاقه حب. هذا الشيء كمان مع امور حياتنا، تعلق بابننا زياده، تعلق بشغلنا، تعلق بمركزنا الاجتماعي، كل شيء بنتمسك فيه نعطيه طاقة كتير كبيرة أكتر من حالنا، بيقوم شو بصير. طب خليني بالختام سريعا لو دقيقة لأنه خلص وقتنا، هي كيف فينا نعالج هي الحالة المرضية؟ تمام. ما نوصل المرض يعني بالعموم، كيف نلاقي حل لها؟ إيه مش لأنه حالة بس حب اتعلق. هي حالة التعلق بشكل عام، بس اتعلق بشي لازم ذكر حالي إني كل ما تمسكت بهذا الشيء حأفقده. لازم عالج الموضوع بأنه أنا أتخيل حالي بدون هذا الشيء. إذا تخيلت حالي بدون هذا الشيء فت بحالة توتر ورفض، يبقى أنا علقانة بالمرض. ما في شيء بالحياة بيكون هو الرهان لحياتي، أنا فيني أكمل حياتي بدون أي شيء. فهذا الشيء ليه يتحكم فيني؟ إنه إذا اختفى من حياتي أنا انتهيت، ما في حدا بينتهي بلا شيء. صح، ما في حدا ممكن يصل لنقطة الصفر ويقوى. فلازم اتخيل حياتي بلا هذا الشيء وأقبل هذا الشعور. إذا قدرت هذا التمرين طبقه وقبلت هذا الشعور، طلعت من حالة التعلق، فتت بحالة الحب الطبيعية، سواء بوظيفة سواء بأشخاص شو ما كان. لأنه دايما الشيء اللي منتمسك فيه كتير بيختفي من حياتنا، يعني خلي دايما أعلى طاقة عنا. وهي إذا بدك بشيء صح نختم ست سلوى ونقول لك شكرا على هي المعلومات. بس بحياتك ما تعلق سعادتك بسعادة الآخر، خلي سعادتك جواتك، ما تخلي سعادتك متعلقة بمصدر خارجي. أكيد، يعني معلومات كثير اليوم قدمتي لنا إياها سلوى، بنتمنى الكل يكون استفاد منها وبكل مجالات الحياة حبيبتي، مو بس بالمثال اللي عطيناه، بأمثلة أخرى. شكرا لك سلوى عرنوس، مدربة مهارات حياة.